صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نوينا نعمل معاكم ان شاء الله المحشي الفلفل الصغنن الجميل ده. مريم جايبه والباذنجان الامور ده، ودي الخضره خرطناها، ونعمله مع بعض ان شاء الله. وادي السمنه على زيت على النار، وهنحط البصل. شوف هنعمل ايه مع بعض. طفرنا البصلايه اهو بالشكل ده، وهنحط الطماطم اهي بالشكل ده. هتتسبك، ونحط التوابل بقى الكمون والشطه والملح والفلفل الاسمر، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. حطينا الميه على النار وغليت، حطينا قطايه وبصلايه وملح وفلفل، وسقطنا اللحمه اهو، ونعمل بقى المحشي اهو. الخلطه خلصت اهي، وهنحط ايه الخضره. شو هنحط بقى الخضرة اهي، وبعد كده بقى ايه هنحط الرز. نشوف كده، حطينا الخضرة كلها اهي، وهنحط الرز بالشكل ده، وهنقلبها. نقلبها بقى، ونقعد بقى نحشي المحشي. الله على الجمال. وقلبنا الخلطة اهي، قلبناها اهي، الصلصة في الرز ما شاء الله حمرة جدا اهي، وحطيت التوابل الملح والكمون والشطة والفلفل والملح اهي. هنحشي بقى، هنحشي مع بعض. هنحشي بقى، نحشي بقى مع بعض ونخلص ونروحلكم ان شاء الله. ونخلص بقى ونروحلكم. هو حشينا المحشي وحطيناه على النار، ولا اروع ولا اطعم من كده. وسقينا بقى، بنسقيه اهو اهو بالشكل ده، وزودناه اهو اهو. هنحط بقى ونسويه ونشوفه مع بعض. وادي اللحمة خلصت اهي، نستوي بقى هوريهولكم. المحشي بيتشرب اهو، ايه الجمال ده. الله الله ما شاء الله. هيتشرب بقى، وغطي خلاص عليه، وبعد كده نغرف. هنستوى اهو بالشكل ده، هنغرفه وخلص. هنغرفه بقى مع بعض، ايه كمان ده. اهو ما شاء الله الجمال والحلاوة، ايه الجمال والقمر ده. ألف أنا اللي شاف وألف أنا اللي ياكل أهو. وأدي اللحمة المحشي، إيه الجمال ده.
شكرا، ألف هنا وشفا.